في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الفقه وحياة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم ضيف الدائم للبرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بارك الله بكم. حياكم الله سيدنا، أهلا بحضراتكم على امتداد هذه 50 دقيقة. إن شاء الله راح نكون مع حضراتكم في استقبال اتصالاتكم والإجابة على أسئلتكم ومداخلاتكم بإذن الله تعالى وتعليق عليها من قبل سماحة السيد في هذه الحلقة، ولكن بعد 10 دقائق إن شاء الله نبدأ باستقبال هذه الاتصالات من خلال الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة. سيدنا الكريم، مدخل هذه الحلقة لطفا، اليوم لما شخص يتولى مسؤولية، ناس تبارك، ناس تقول له الله يعينك، أسأل حضرتك عن النظرة الإسلامية للشخص اللي يتولى مسؤولية بالذات في زمننا هذا، زمن الغيبة. تفضل. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال في زمن الفتن وزمن على حال غيبة الإمام الحجة صلى الله وسلم عليه، وزمن تتضارب الأفكار والتيارات والمصالح، ما الذي يمكن أن يفعله الإنسان؟ نعم. ما هي المسؤولية الأولى التي لابد أن يتبناها الإنسان؟ فالأولوية أين؟ الأولوية أن أتبنى مشروع مجتمع، أن أتبنى مشروع أمة، نعم، أتبنى مشروعي أنا. ما هي الأولوية؟ يعني واقع الحال قد كثير من الشباب أو كثير من الناس متحيرون، ما هو الأولى؟ صافا في مثل هكذا ظروف وفي مثل هكذا فتن، نعم، تتوجه التعاليم الإلهية إلى هذه المسؤولية، أنه أيها الإنسان أيها المتدين عليك بنفسك، عليك بنفسك، بنفسك. يعني أنت لو تربي نفسك، لو تراقب نفسك، لو تحصن نفسك، لو تصلح نفسك، لو تراقبها على أن تقع في متاهات وتقع في قضايا، هذه في واقع الحال هي المسؤولية العظمى والأكبر والأجدى على الإطلاق. نعم، على الإطلاق. لما أقول على الإطلاق يعني بعد ما تجي أي مسؤولية أخرى تساويها وتوازيها أصلا. نعم. سيدنا مولانا مجتمع، بلي مجتمع، أنا خل أصلح نفسي أخي، مجتمع يضيعني، مجتمع يضيعني أخي. لا أصلحكم بفساد نفسي. أحسنتم. المجتمع يضيعني، الأمة تضيعني، تعال تحمل مسؤولية، تعال ما أدري رشح نفسك، تعال ما أدري إيش، أنا وين الآن؟ أنا خلك مش نفسي حسب تعبيرنا. فلذلك تجد أنه لما يضيع الإنسان هذه الأولوية في النهاية يعيش المتاهة، ما يدري وين. مرة شوف يتحمل مسؤولية جماعة، يلتفت إلى نفسه أنه هاي الجماعة قد يديرها ولكن أضيع نفسه، أو يتوجه إلى على حال إلى طائفة، بعدين يشوفه مضيع أهله، عياله، أولاده، فترى على أنه نظام الأولوية بالنسبة لحياتنا إحنا إذا في واقع الحال لا نتوجه إليه فستكون هناك كوارث كبيرة جدا. أكو نبوات سيدنا كانت على نطاق الأسرة فقط؟ بلا أشكال، كانت بعض الأنبياء في واقع الحال كانوا على نطاق ضيق جدا، على أنه أنت مسؤول عن هذا الأمر بغض النظر عن المجتمع. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يوجه هذه القضية بشكل كبير جدا. شوفوا، نعم،
في خطبة لعلي صلوات الله وسلامه عليه، ينقلها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار، يقول: يا أيها الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وطوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعة ربه وبكى على خطيئته فكان نفسه منه في شغل والناس منه في راحة. نعم. يعني واقع الحال هذا، أنا أعتقد لو الإنسان يمشي على هالخطوة هذه اللي يرسمها إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يلتفت النفس فقط. أحسنتم. أحسن، ما يقول سيدنا أنتم تدعون إلى على حال الانعزال وعدم تحمل المسؤولية الاجتماعية، والكل يكون عنده حالة أنانية وهاي الحالة الرهبنة وحالة التصوف حالة الكذا. لا 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 لا, لا تخلط الأمور. نعم. شوف أخ مرتضى، احنا جدا دقيقين في كلامنا. أقول لو دار الأمر بين أن أدير الآخرين أو أدير نفسي، فالأولى أن أدير نفسي أولا. ولو أنا فرغت من بناء نفسي، فرغت الحمد لله مثلا كذا، ذاك الوقت أنا أتحرك. هاي تحتاج توضيح، يعني شنو فرغت من بناء نفسي سيدي؟ يعني أنا في واقع الحال تعبت على نفسي، جاهدت نفسي، اشتغلت، درست، تعلمت، دخلت في المعترك وواظبت على أموري، عندي من يرشدني، عندي من يراقبني، هناك ضمير حي. ذاك الوقت أنا نعم أتحمل مسؤولية مجتمع، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. أنا يوم اللي لا عندي إمكانيات، لا عندي قدرات، لا عندي ضوابط، حسب تعبيركم أنتوا أكو فرد تعبير جديد، ما عندي شو يسموا أنتوا قضايا تتحكم بي، ما أعرف عندكم تعبير جميل إعلامي، نعم. كوابح، نعم. ما عندي كوابح. زين، أنا وين راح أروح؟ والناس بتعرفون أنتوا، الناس من تدخلون في المجتمع يقدسوك إلى حد الكذا، ويتكلمون معاك بطريقة اللي هي في الواقع تنسى نفسك وتنسى وضعك فتخدع، يعني ضيع وتخدع. طيب سيدنا، لو الكل يعني سمع هذه الكلمة والتزم بيها، كل الطيبين جلسوا لأنهم يريدون أن يصلحوا ذواتهم، ما راح نترك مجال للفاسدين والمفسدين أن يديرون المجتمع؟ لا، شوفوا، أنا يعني القضية أنه تعال أنت فرغ الساحة للآخرين، أنا لا أقول أنت على فرغ الساحة للآخرين، أقول أنت في واقع الحال يمكن لك أن تراقب نفسك وتعتني بنفسك، وفي نفس الوقت أن تؤدي مسؤوليتك. نعم. يعني بعض الأحيان يعني حسب تعبيرنا خلينا نسمي هالشكل، أن تكون عندك أنت كاميرتين، كاميرا داخلية وكاميرا خارجية. نعم. أو نشاط داخلي ونشاط خارجي. أنا داخليا أشتغل على نفسي ونفس الوقت هم أشتغل لمجتمعي. نعم. أقدر، كلش ممتاز، واقعا ممتاز. بس زمن الفتن الآن، زمن الفتن اللي صايرة، أنه أي واحد يريد يتكلم أو كذا شوفه تسقيط واتهام، وعلى حال نوع من التهميش، في النهاية قد المجتمع يخسره وهو لم يقدم شيء. فأقول ككلمة في الواقع مختصرة، أنه إحنا نشوف كثير من الناس يتعرضون إلى الآخرين، فلان شو سوى، فلان شو أكل، فلان شو جاب، فلان شو راح، فلان ما أدري شو حصل. نعم. اللي إحنا نسميه عالم الغيبة وعالم الاتهام وعالم التسقيط وعالم الكذب والافتراء، هذا كله في واقع الحال يجي الإسلام يقول: أخي هسه أنت جاي تشتغل بعيوب الآخرين، اشتغل بعيبك أنت، رحم الله، أو هالشكل طوبى لمن شغله وعيبه عن عيوب الآخرين.
اعتزال الناس أيضا ذكر بزمن الفتن سيدنا. الاعتزال على أي حال عندنا نوعين، عندنا اعتزال سلبي عندنا اعتزال إيجابي. نعم. الاعتزال السلبي أنه أنا في واقع الحال أعتزل المجتمع ولا أكون على أي حال عنصرا فاعلا بأي معنى من معاني الفاعلية، هذا غلط. ولكن أكو اعتزال إيجابي، أنا أعتزل المجتمع لفترة وأدخل المجتمع بطاقة جديدة، بعلم جديد، بخطة جديدة، بفهم جديد. هذا اللي يشوفون بعض الأنبياء يحتجبون عن أمتهم، يحتجبون عن الناس ميقات ربهم 40 يوما أقل أكثر بعدين يرجع للمجتمع. وهذه حالة اللي على حال موجودة عند بعض الصلحاء أنهم يحتجبون عن الناس للاستراحة، للمراجعة، على حال تزود بشكل أكبر والرجوع إلى المجتمع بطاقة جديدة وبخطة جديدة. هذا أنا أسمي اعتزال على حال إيجابي. نعم، أكو اعتزال يسموه اعتزال أصحاب كهف. وإذا اعتزلوكم هنشفاءه إلى الكهف، ذاك الاعتزال الكهفي إن صح التعبير، ذاك في واقع الحال عندما أجد نفسي أن أختلط بالمجتمع راح أفسد، راح أفسد. وإذا اختلط بالمجتمع راح أخترب. هنا أن أهجر المجتمع خير من أكون فيه. ليش؟ لأنه أنا دائر بين أمرين، بين أن أحافظ على نفسي بين أن أفسد. وأكو بعض الناس يقول سيدنا أنا من أدخل المجتمع راح أخترب، فكل ما أبتعد أحسن. واحد اتصل علينا أعتقد في برنامج قال سيدنا أنا من أسوي صلة رحم مع قرايبي وعشيرتي غيبة وهتك وكذا، وكل ما أعتزل لا أغتاب ولا أتكلم ولا أقول لا 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 تروح. أكو فد معيار أو ضابطة معينة سيدنا الإنسان لما يوصلها يعرف هنا يفترض عليه أن ينسحب ويعتزل الناس؟ بلا إشكال، الإنسان عليه حال أبصر بنفسه من غيره. يعني أنا لما أبصر نفسي وأعرف نفسي على أنه أنا إمكانيتي ما تخليني عليه حال أكون قوي، أنا قد أغتر، أنا قد عليه حال بالمجاملات وبالمستحب الكذا أنجر إلى قضايا، فلا بد أن هنا أقرر أنه أنسحب لألا أكون أنا مطية للآخرين وأكون ضحية لمآرب الآخرين. الإنسان هو يعرف نفسه، الإنسان لازم يقيم نفسه. ولذلك تجي هاي التعاليم اللي تركها إن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. أنا أحسب حسابي أشوف أنه أنا شقد أقدر. أنا الآن مثلا واقع الحال العمل اللي أقوم به في المجتمع أو في الجامعات أو في المنتديات العلمية، هذا في واقع الحال لازم أقول أدرس أنه واقعا أنا قادر على أن أقوم بدور أو لا. جت أثر على نفسيتي وتأثر على وضعيتي وتأثر على بيتي، أثر على درسي. هذا لازم واحد يشوفه وحسب تعبيرنا يقيم القضايا. فلا بد الإنسان يتحرك باتجاه، يعني حسب تعبير العلماء يتحرك بمنظار المصالح والمفاسد، ما هي المصلحة وما هي المفسدة، المصلحة الأهم وين والمصلحة المهمة وين. لا بد أن نقدم المصلحة الأهم على المهم. أحسنتم سيدنا، يعني كلام مهم في مجتمع يمكن الكثير من عنده يبحث عن المسؤولية. يعني. بلا إشكال، أحسنتم. أحسنتم سيدنا الكريم. أكو كلمة جميلة نعم، إذا تسمحوا لي. في يوم من الأيام أحد المراجع، يعني وهو مرجع عظيم يعني، نعم، فقال سيد وصل كلمته هواي دقيقة، ما أدري هاي سجتني الكلمة هذه وأشوفها دقيقة جدا. تفضل سيدي. يقول سيدنا إذا شفت واحد يلهث وراء مثلا منصب المرجعية، منصب الكذائية، المسؤولية، اعرف أنه إما مجنون أو ما عنده دين، إما لا دين له أو مجنون. قلت له شلون مولاي؟ قال شنو اللي يخليك تروح وراء المسؤوليات؟ إذا عاقل، العاقل ما يحمل نفسه مسؤولية الناس، خلي حسب تعبيري يخلص نفسك.
خلي يخلص نفسه يوم القيامة. أكو عاقل يروح يحمل نفسه مسؤوليات الآخرين وأموال الآخرين وأموال البلد وأموال الكذا ومصالح الناس يوم القيامة يوقفون في الطابور قدامه يحاسبه؟ أكو واحد عاقل؟ فإما هو مجنون أو ما عنده دين يريد الدنيا. هذا اللاهف وراء السلطة. اللاهف وراء السلطة. أما إذا هي تجي المسؤولية شو أسوي؟ وأنا أعرف بيني ما بين الله أقولها بملء فمي، أعرف الآن من الفقهاء الجامعين للشرائط الآن وهو ليس مرجعا يعني، فيقترح عليه بشكل أو بآخر مولانا تصدوا الساحة فارغة كذا، يبكي يبكي يقول شوفوا غيري، الله يخليكم شوفوا غيري، شوفوا غيري، أنا أدعمه أنا وياكم، بس شوفوا غيري أنا ما أريد. يقول على شنو أنا أجي أورط نفسي في مهمة؟ بس لما تتحتم علي القضية وأنه أنت مولانا، أنا يقول خب عن باب التكليف. نعم. وليس من مثل الواجب الكفائي يعني سيد. أم بنين أختي الكريمة تفضلي إذا بعد هيان على الخط. تحياتنا الأخت الكريمة، إن شاء الله تعود الاتصال مرة ثانية. إذن على بركة الله نبلش باستقبال الاتصالات بعد هذا الفصل المهم من سماحة السيد والكلام النافع المرتبط بالتصدي للمسؤولية من جهة واللهاث وراء المسؤولية من جهة ثانية. وبين القول سماحة السيد أن هنالك من يتصدى بشكل إيجابي وهناك من يتصدى بشكل سلبي، وكان الحديث تفاصيل كثيرة نرجو أن ينتفع الجميع منها إن شاء الله. طيب بإمكانكم إخواني الكرام أن تتصلون الآن، أن تتصلوا الآن بالبرنامج وتطرحون أسئلتكم من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة مثل ما تشوفوها، أو تسلطون الكاميرا كاميرا الجوال على أقصى أسفل يمين الشاشة على الكيو آر كود الموجود، وترسلون رسالة صوتية على تطبيق المجيب وإن شاء الله تعرض هنا في البرنامج. أم بنين أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانا مبنين ممكن احكي سيد؟ تفضلي اختي السيد اسمعك. يعني انا زوجي شهيد وعندي جهالة 2. نعم. ونريد اتزوج، اتقدم لي شاب اتزوج، يقولوا لي تتنازلين عن الاولاد وعن الاملاك. لازم تتنازلين. من اللي يقول ليش المفروض تتنازلين؟ الوالد وحماي. والدك؟ اي والدي وحماي. واخو زوجك؟ اي. شنو هنا الأملاك يعني الإرث يعني لو شنو؟ ما عندي إرث بس قطعة وراتب وجهالة 2. واضح. شكرا أختي الكريمة وتحياتنا لحضرتك. يعني يصير لو تعوفينهن لو تتنازلين. تسمعين جواب السيد إن شاء الله أختي الكريمة تحياتنا. أخذين وامشي يعني من هذا الزوج الجديد. تمام راح يسمع راح يتحدث السيد بالإجابة، تفضلوا سيد. يعني أنا أستغرب جدا من أبيها. الأب يجي يقول بنته وانت شابة ما لك حق تتزوجين، وانت لازم تعيشين وتكبرين وتشيبين وتعجزين مع هذين الطفلين وتكبريهم، هاي مسؤوليتك. الغريزة خليها على جنب، على حال العاطفة تخليها على جنب، الفطرة تخليها على جنب. هذا كلام غريب جدا. يعني اكو أب عاقل يمنع بنته من حلال أحله الله ومن مصير نعم. إنسانيا دينيا دعا إليه الإسلام. نعم. تشوفوا زوجات النبي، زوجات النبي كثير من زوجات النبي أصلا هن متزوجات يعني أرامل، وشو المشكلة يعني؟ شو المشكلة أنه أنا أتزوج وحدة متزوجة سابقا؟ وإذا كان موت الزوج يعني موت الزوجة، هذا لم يقل به لا شريعة ولا قانون. يعني أحيانا سيدنا الحجة تكون خوفا على الأطفال. نجاوب على هاي لطفا سيدنا بحث بعد آخر. نعم. هذا أحسنت. بعد ما نأخذ اتصال إذا تسمح لنا سيدنا نرجع نجاوب على هذه الحجة. أم علي أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصلاً بس أنا عندي رؤية، بس أنه حابة سيدي يسأل إياها. رؤية هذا مو مجالها بصراحة. عندك سؤال مداخلة ملاحظة أهلاً وسهلاً بمشاركتك.
أما هذا البرنامج ليس لتأويل الرؤى أختي الكريمة أو تفسير لا الأحلام. هو صحيح، بس أنا استفسار صغير إذا كان يعني يقدر إنه يجاوبني. سيدنا شو رأيكم؟ استفسار عن ماذا؟ استفسار عن الحلم نفسه؟ بلي، يعني إذا أنا كان ميت شفته بالرؤية إنه دايب شيء، فشنو التفسير مالته يكون يعني إذا ممكن؟ خير إن شاء الله. إن شاء الله خير، تحياتنا أختي الكريمة وشكرا جزيلا. نرجع إلى سؤالنا. بنين. شوفي بابا، يعني أنا أستغرب من هالشئب، أستغرب والحمى، الحمى شو دخل الموضوع؟ يعني أخو زوجي يتدخل في شؤوني أنا؟ أخو الزوج عليه حال إذا بي حسب تعبيرنا حمية على أولاد أخوه، خليجي هو عليه حال يسر علي ويدير بال على أولاد أخوه. أما أنه لا، لا تتزوجين، وإذا تزوجتي تجيب الأولاد والأملاك كذا. بس الأملاك شنو سيدنا؟ هذا ليس صحيح. شنو دخلكم في هالأمور؟ رجاء، يعني إحنا الآن في زمن فتنة عصيبة وانحدار أخلاقي كبير وانفتاح على جميع الأصعدة فيما يرتبط بالفساد الأخلاقي، مع ذلك تجي تقول الفتاة متزوجة وعايشة يعني حياة الزوجية، تعي أنت عطلي هذه الحياة الزوجية، عطلي غريزتك الجنسية، تعي أنت كذا. ليس صحيحا هذا. نعم. هذا خلاف آداب الإسلام. نعم، تقول يا أبا إحنا نخاف الأولاد راح ينظلمون تحت علي حال سطوة زوجها. جيد، ماما بابا تعال أنت هذه الحضانة مثلا نطيها لجدهم، جدهم خلي مثلا يربيهم أو كذا، ما في مشكلة. أما هالحالة إما وإما لا يقبله لا إسلام ولا قانون. وأحيانا يعني أزواج أمهات سيدنا يكونون مراعين للأطفال بشكل يتقون الله فيه، يعني لا إشكال. يعني القضية ليست هي كما نتصور أنه كل النساء على شاكلة واحدة، لا، قد تكون هذه حريصة على أولادها ونفس الوقت هي حريصة على شبابها، حريصة على مستقبلها. نعم. وليش إحنا نجي نعطل حياتها على أساس قضية محتملة؟ سيدنا، اتصال الأخوة أم علي وحديثة عن رؤية شاهدتها في المنام، أو رأتها عفوا في المنام. في واقع الحال أختي الكريمة، أنا متحدث سابقا أن الرؤى والأحلام ليس لها أي حجية وليس لها أي قيمة في حياتنا، وإنما هي في واقع الحال تخرصات وقضايا حسب تعبير القرآن الكريم أضغاث وأحلام. أضغاث أحلام يعني فتشيء على حال ما إلى أي تفسير. فنعم، لا تقولون حلم نبي الله يوسف، تلك في واقع الحال لون من ألوان الوحي، لون من ألوان على حال النبوة. أما تجون أنتم تفسرون أحلامكم بأحلام الأنبياء أو تقيسوها، هذا غلط. يعني لما يرى نبي الله إبراهيم ولده أنه يذبح وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هذه في واقع الحال كلها وحي وكلها رسالة وكلها امتحان وكلها كذا. نجي نقول والله أنا أحلامي ما أكل أكلة معينة وأشوف أحلام معينة وأريد أنا كذا. بس عموما أختي الكريمة، إذا تحبين يعني تكون عندك فد حسب اهتمام، أكو تطبيقات في تفسير الأحلام، أكو تكون يعني موثوقة يمكن سلماني، أكو تفسير الأحلام موجود كتاب لا بأس به، تبحثين عن كلمة بكاء الآخرين، بكاء الطفل، بكاء الأمرأة، بكاء كذا، عن البكاء يطلع لك كثير من التفاسير، وأعتقد البكاء فيه خير إن شاء الله. سيدنا، أيضا ورد عن أهل البيت أنه هي الرؤى على ما تفسر أو على ما تؤول، فدائما فسروه الخير لما تشوفون حلم. عادة هالشكل، أنه دائما فسروا الأحلام بوجه الخير. نعم. أئمة أهل البيت، ولو إحنا ما نريد نوغل بهذا الموضوع، بس أئمة أهل البيت سيدنا هم أحيانا كانوا يتعاطون مع الأحلام، بحيث عندنا كتاب جمعوا بعض الجامعين وسووا تفسير الأحلام للإمام الصادق عليه السلام. على حال هناك في هذا المجال كثير من الكلام، ولكن علماءنا لا يحبذون ذلك. وسماحة السيد المرجع الأعلى في كلام قديم طبيعة الحال، يعني سنين قبل، قال حذر الناس من أمرين سيدنا في كل خطاباتك في كل كلامك، حذرهم من أمرين. الأمر الأول أن يعيشوا الأحلام وأن يهتموا بالأحلام، والثانية
أن يعطلوا عقولهم ويذهبوا إلى التفاؤل والخيرة وما إلى ذلك. العقل نعم. كرامة الإنسان لابد أن يعمل عقله، يفكر يبحث يفتش، لا يروح وراء التفاؤل وما تفاؤل وما أدري إيش الخير وهذا. طيب سيدنا ننتظر اتصال، وقبل ورود الاتصال جميل جرنا هذا الحديث إلى منطقة الناس اليوم هابة عليها سيدنا يعني. اللي هي الأبراج يعني. وقراءة الأبراج، الرؤية الإسلامية لهذا الأمر شو سيدنا؟ شوف أستاذ مرتضى، الناس الذين يذهبون وراء إلى هذه القضايا هم في واقع الحال يعانون من مشكلة اليأس وعدم وضوح الرؤية، ما يدري وين، فيريد فرد قشة عفوا فرد عشبة يمسكه حتى ينقذ نفسه من الغرق. هو عايش بدوامة، عايش ببؤس، عايش بيأس، عايش بإحباط، فيريد في الشيء. والله البرج الفلاني ها الحمد لله ارتاحيت، البرج هذا البرج شنو مو مهم، المهم أنا أرتاح. فلذلك يشوفوا أنه يجي سيدنا الله يخليك، كثير من أخواتنا سيدنا الله يخليك بس قضية، تفضلي أختي بنص الشارع وقفتني تفضلي سيدنا أنا شفت حلم هالشكل، يا أختي أنا ما أفسر أحلام، لا بس تقول لي أقول إن شاء الله خير، الحمد لله جزاك الله خير، تريد ترتاح نفسيا فقط. أحسنتم. فهذه فيها مشاكل، مشاكل نفسية، مشاكل على حال أزمة مرضية، لابد الإنسان أن يلجأ إلى حلول صحيحة. أما هاي الحالة الخداع وأخدع نفسي وأكشمر نفسي هذه ما تنتج شيء. نعم. الأبراج هي فكرة الأبراج وقراءة الطالع والمستقبل سيدنا، أليست من المنهي عنها بالإسلام؟ نفس إبني، هناك روايات كثيرة على أنه الذهاب إلى هؤلاء والرجوع إليهم وإعطاء المال إليهم واستنطاقهم واستعلام الأمور من عندهم فيه إشكال شرعي. حسنتم سيدنا. إذن بعدنا نستقبل مشاركاتكم إخواني الكرام أخوات الكريمات، وعندنا رسالة صوتية تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. دائما بالبيت من نسوي أكل يطلع أكل مو إحنا منحبه، وإنما هو أكل مو طيب بشكل عام يعني. يعني أغلب الناس، أكثر الناس ما تحبه، مثلا التمن يعجن مو إحنا منحبه، وإنما أغلب الناس ما تحب شي نوعية التمن. وكذلك كان من نسوي أكل مو طيب، بهارات خطأ طلع يعني في النكهة كلش غريبة لو مو طيبة، نوديها جيراننا الفقراء يعني ما عندهم، نودي لهم يعني قريب نودي لهم أكل زين. دائما أكل من حبه المريدة المو طيب يعني مو زين ودي لهم إياه يعني. يعني هو أكو منه ينوكل بس مو زين يعني، وأكو لا يعني في شيء مو طيب أبد وما يتجرأ، بس إحنا نودي لهم يعني ما أعرف يأكلوهم ما يذبو يصير شو لو ما يصير. أبو أمي دائما يكون كل ما يصير نهاية جاكت يقول لهم دزونا راح نطيهم إياه، يصير نطيهم إياه ما يصير. شكرا. أحسنت الأخ الكريم صاحب رسالة صوتية، تعليقكم سيدنا. يعني أنا أضحكني في الواقع يعني ملتفت إلى قضية أنه الشيء المزين للفقراء والشيء الزين إلى، وهذا خلاف الآية الكريمة فيما يرتبط بأنه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإنسان عليه حال إذا ينفق مما يحب ذاك إلى فرد قيمة، أما والله تمن الخربان والمرقة المحمضة وكذا خليها لفلانة. وهذه احدى الاخوات من يعني من النساء اللي يعني نعرفهم، نص الثلاجه بها اكل، هذه يا بهذا شنو لفلان، ادري هاي لفلان راح تمرضيها راح تموت واقع من وراء هاي الاكلات اللي هي. فهذا في الواقع النوع ما اقول حرام، لا ليس حراما، ولكن النوع من على حال تخلص من نفاياتكم بطريقة أو بأخرى، نفاياتكم بطريقة أو بأخرى باسم الإنفاق، باسم الصدقة، باسم البر والإحسان. هذا على حال فيه ما فيه، أنت صحيح تريد تنطي، ولكن ليش تنطي هذا النوع؟ زين سيدنا معني أخشى ما أخشاه، الأخ سمن يسمع هذا الكلام أي، وبالمستقبل يصير عنده من هذا النوع الأكل اللي يحبوه، خاف يلقى بالنفايات يعني. لا ما أقول أن أقيب النفايات، أقول أنت صحيح من تودي هذا الشغل كذا، ودي فت شغلة زينة ويا نعم. فت كيلوين برتقال ويا نعم. فت كيلوين فاكهة ويا،
حتى يكون انا فد شيء زين انطيته، مو انه كل ما هو على حال مما تحبون. احسنت. زين سيدنا حرام لا مو حرام، بس اذا يوم الايام تسمموا وصار بهم مشكله لازم انتم تجاوبون الله. احسنتم سيدنا الكريم، شكرا جزيلا. بعدنا نستقبل مشاركاتكم اخواني الكرام، اتصالات او رسائل صوتيه. ناخذ مشاركه اخرى، تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. سيداني جدي الثاني اللي هو جد ابوي عنده 9 ولد و11 بنت. فجدي الله يرحمه من توفى اجدادي قسموا القاع على ضوء 9، يعني البنات ما طوهن حصه. بس رجعونا شوي بالرساله، كم بنت عنده؟ 11. بس 11 بنت الاصل، يعني قسموها على اصل 9. فهسه اريد اعرف موقفنا، اني هاي القاعة اللي اخذناها اللي ورثناها بها اشكال، صلاة احتمال بها اشكال، يعني هل تعتبر القاعة مخصوبة او ما شابه؟ يا ريت جوابك او تنصحني، ممنونين سيدنا. احنا في يوم من الايام مر علينا سؤال مشابه لهذا، تفضلوا جوابكم سيدنا. يعني شوفوا الورثة هم محقون ومستحقون، والارث حق لهم. أن نمنع بعض الورثة من حقهم، أن نمنع بعض الورثة من حقهم على حساب ورثة آخرين، هذا فيه إجحاف وظلم، وحسب تعبيرنا استيلاء على ما لا تملك أو استيلاء على مال الغير. نعم. حق الغير، شلون تستولي على حق الغير بدون إذنه؟ فهنا أقول للأخ الكريم، أنتم لابد أن تسترضوا النساء اللاتي لم يعطينا حقهن. نعم. ما ادري عماتك لو خالاتك، لان هو قال جدي، هو جد جد ابوه مو جد. اي على حال يعني حتى ميتات عماتي، عماتي او على حال ورثتهم، ورثتهم لابد ماذا؟ استرضائهم، لابد من كسب رضاهم، والا نعم لهم حق ولهن حق ان لم يتنازلوا. نعم. بعض النساء المساكين طيبات يتنازلن يتبرن ذمه، إذا لم يتنازلنا فيبقى هذا الحق إلى يوم القيامة. و يعني الأرض مخصوبة اللي هو. إيه خلوا فرد شيء، هم فرد شيء أقوله، أنه الحق الشرعي والحقوق لا تسقط بمرور الزمن، يعني بالتقادم من صحة التعبير. نعم. يعني والله هذا قبل 50 سنة سيدنا، 50 سنة لو 100 سنة الحق حق يبقى. فلا بد الإنسان على حال يحذر ويدير باله أن لا يكون هو سالب لحق الآخرين. أحسنتم، أحسنتم كثيرا. أبو كمال تفضل أخويا. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي حياكم الله. أنا بسأل بس على القرآن. تفضل. القرآن بس أنا حافظ القرآن وأقرأ، بس لا أعرف أقرأ جيدة ولا أعرف أقرأ تفسير. زين. الناس يسألوني ومرات أروح للمشايخ وناس يقولون آيات بالمشي فيقرأها غلط، أنا هذا أقدر أجاوبه قدام الناس. الناس يسألوك، شو يسألوك يعني يا أبو كمال؟ مثلا يسألوني على آية تفسير، أنا ما أعرف، بس أعرف، بس لا أعرف أقرأ جريدة ولا أعرف أقرأ تفسير، بس أعرف أقرأ قرآن. زين، فيسألوك الناس يقولوك شنو تفسيرها، أنت شو تجاوب؟ أقرأ آية، تقرأ الآية فقط. ما صار واضح عندكم سيدنا السؤال لا؟ أبو كمال بس اسمح لي، أريدك ترجع تعيد لي السؤال مرة ثانية. أنت إنسان تقرأ قرآن بس تقرأ حافظة، يعني مو تقرأ من الكتابة، لأن أنت ما تعرف تقرأ. حافظ القرآن يعني كبرت بالعمر، صار عمر 70 سنة تقريبا. زين، الله يعطيك صحة العمر. بس تفسير مع فقرة، مشكور مولاي. فالمطلوب شنو؟ سؤالك شنو؟ الناس تسألني ما أقدر أجاوب على التفسير على الآيات. هم ما سألتني ساعة، أنت تقول الناس تسألني وأنا ما أجاوب. سؤالك شنو؟ بالفاتحة بالكذا هاي. واضح. شكرا جزيلا على اتصالك أبو مشكور. كمال تحياتي، تفضل سيدنا. شوفوا أبو كمال، نصف العلم أن تقول لا أعلم، هاي رواية. أن إنسان أن يقول لا أعلم هذا نصف العلم، يعني إذا إنسان يعتبر نفسه أن كل شيء يعرف كل شيء كذا يورط نفسه. وعنده آيات، عفوا، عندنا روايات كريمة أنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أنت ما تقدر تفسر القرآن برأيك، تتفسر القرآن بطريقتك، هذا مسؤول يوم القيامة. ف
فأقول يا جماعة أنا حافظ القرآن بس ما أعرف إن شاء الله مو شغلي هاي ما أعرف ترى منزل عند الإنسان عند الله أن أنت في سبيل أن لا تقع في الحرام تقول أنا ما أعرف تكسر بنفسك وشكو بيها. أما أنه كل شيء أعرف وكل شيء كذا وهذا اللي موجودين أنا بعض المعممين يطلعون عن الفضائيات كل شيء يسألون في الفيزياء يعرف في الكيمياء يعرف في الذرة يعرف هذا جاهل عندما يعتبر نفسه عارف في كل شيء هذا جاهل إنصافا فلا بد أن تتقي الله ولا تفسر آية ما تعرفها إلا أن تطالع لك في شيء بعدين أو تسمع لك محاضرة تسمع لك الشيخ الوائلي يفسر لك آية معينة أنتها يصير عندك معلومة وتطرح أحسنتم سيدنا أبو نمر أخوي الكريم فضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونك يا الغالي حياك الله عزيزي أهلا وسهلا لكن أسأل الشيخ تفضل عزيزي سيد. تفضلوا يا أخوي السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلون الصحة سيدنا سلمكم الله تعالى بارك تفضل الله. عزيزي سيدنا أنا أقرأ القرآن سألت أحد المشايخ قال لي لازم تقرأ أنه بنية التعلم مو تقرأ تيجي تقرأ هيك يعني نعم قلت له لا أنا أقرأ بس أخاف من مثل الأخطاء اللي تصير عندي مثل اللفظ تعرف أنت إحنا ما مخلصين مدارس اللي مخلص ثالث ومخلص ثاني خاف من هذا اللفظ يعني تمام وشيخنا إذا سيدنا العفو إذا أمكن سؤال ثاني تفضل عزيزي عندنا حسينية إحنا قديم يعني تقريبا بالألفين وبنيناها وجت الترميم بيها كانت تقام بها صلاة الجمعة نعم وصار بها ترميم فانتركت مسافة يعني ما يغارب 7 سنين 8 بدون صلاة جمعة فهسه بده الحكي بده جيل بعدين اجي هسه بدي جيل نعم اي بدي جيل بالارياف يعني بالارياف مال الدجيل نعم فجي هسه شيخ يمنا قال يابا قلال احنا رد نصلي صلاة الجمعة اذا امكن قال ماكو مشكلة اكو حسينية بصفنا الشيخ الثاني قال يابا ترى ما يرهام صلوا صلاة الجمعة نعم قال له الشيخ هذا قال له عمي اذا متوفر احنا حسب ما يقول السيد اذا متوفر الشروط انه عدد المصلين كافي صار واضح تبعد مسافة 5 كيلوات ونصف الحسينية الثانية عندنا واضح قال لي ليش ما يرحم أصلي قال لي إذا تقصد على كربلة السيد منحة يعني على مود ما أدري شو إن شاء الله راح تسمع الإجابة أخوي الكريم صار الموضوع واضح أبو نمر تحياتي لحضرتك شكرا جزيلا لك لأنه بها تفاصيل هواي السؤال الثاني إذا أمكن نبدأ به سيدنا بالإجابة تفضلوا حبيبي يعني أي واحد يقدر يصلي صلاة الجمعة إذا كان عنده نوع من على حال التخويل من الجهات الدينية كالمرجع الديني وكانت عنده صلاحيات العدالة والعلمية والمعروفية وعدم كونه على حال متهم بشيء لا سمح الله عموما أن يكون عادلا ومتدينا وعالما ما في مشكلة والصفات الأخرى المواصفات الأخرى والشروط الأخرى التي هي مذكورة في كتاب صلاة الجمعة إذا كانت متوفرة فلا إشكال في ذلك أما أنه والله صلاة الجمعة فلما كان عطلت أو كذا هذه إلها موضوعات الخاصة فلا يمكن أن نعمم هذه القضية على كل المناطق حسنتم الأخ عبد الحسن تفضل لا تفضلك حياك الله سؤالي من السيد تفضل أكو رجل بزمن السبعينات أو الستينات نعم هذا عاش ويا خاله نعم رجل يتيم نعم عاش سوى يعني الحياة كلها نعم الدولة سلمتهم أرض نعم هاي بس وخر عن التلفزيون أخويا لو تكتم التلفزيون وطفيه لو تروح الغرفة الثانية لأنه صوتك قاعد يأثر على الاتصال يعطيك العافية خدمتكم استغفر الله مخدوم تفضل هذا الرجل ما صارت عنده ذرية نعم بس حاول تختصر لنا نعم قال العمر كله ما صارت عنده ذرية نعم هو توفى راح إلى رحمة الله نعم
بقت الأرض بقينا إحنا يعني أم كانهم متوفوا لا رحمة الله اثنيناتهم. نعم اختصار عبد الحسن أخويا، هاي الأرض اللي ظلت يقدر يستورثها أحد من عندنا ولا؟ وش يصير من عندك؟ يصير من عندي والدي يصير خالة، يعني هو يصير ابن عمتي. والدك يصير خالة، وإلى إلى أكو أشخاص أقرب للمرحوم من عندك أقرب إليه؟ ولد عمه بس هو ما يعني بس صلة رحم بس بالاسم يعني متقاطع وياه من الطفولة يعني هو يتيم ويا خالة يعني. تسمع الجواب إن شاء الله أخي عبد الحسن، تحياتي لحضرتك وشكرا لك على اتصالك. نرجع الجواب الأخ، عفوا سؤال الأخ أبو نمر الأول، قال أنا أقرأ القرآن بس على قد قراءتي يعني، فيقول بعض الناس يقولوا لي إلا بنية التعلم، جوابكم؟ لا ما في إشكال، واحد يقرأ القرآن عليه حال نية التعلم قربتي إلى الله سبحانه وتعالى، ما في مشكلة. نعم في رمضان عندنا قضية الصائم إذا قرأ القرآن خطأ هناك نقول له بنية التعلم، أما الآن مو صائم أنت، ولكن الأفضل أن تقرأ القرآن مع جهاز يعلم أو قاري يعلم القراءة حتى تكون قراءتك هم تعليم وتعلم وفي نفس الوقت تكون قراءة متقنة وتحصل فيها الثواب. أحسنتم سيد عبد الحسن. وهذا الرجل اليتيم اللي عنده أرض بعد وفاته وين تروح؟ الإنسان اللي ما عنده ذرية وما عنده أحد فالذين يرثونه الأقربون. القرآن الكريم يقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. ابن عمه أولى من عندك أنت ابن خالة مدرسة. حتى لو عايش وياك ويا حتى لو ضده حتى لو عدوه كذا ما له ربط يعني. الرحم الرحم الأقرب يمنع الرحم الأبعد، وأنت رحم أبعد. يقوم وإحنا عيشنا هذا بحث آخر. الأقرب يمنع الأبعد، واضح؟ تقول زين شلون واحد يمنع الإرث شلون يمنع؟ يمنع بأمور، واحدة من عندها يكون قاتل مثل واحد من الورثة يقتل واحد بعد ما يرثه أو مرتد عن الدين، أما والله عنده مشاكل من صغرهم ما يتوالمون كذا ابن عم ابن عمه أقرب من عندك أنت ابن خال مدري. نعم كلا. أحسنتم سيدنا الكريم. أبو عاير تفضل أخويا. الله السلام عليكم راجي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن حاجي حضر الشيء؟ تفضلوا. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي إذا همكم أيضا أسأل حضرتك. تفضل. في بعض الأحيان نروح لل يعني الفاتحة يسموها عندنا بالتعرف أنت وأنت ابن عشاير الفاتحة اللي نقرأ صلاة الفاتحة. نعم. الميت يعني ما يكتبون اسم مرات يعني تلقى اسم فلان ابن فلان لكن يقول الفاتحة أن تقرأ باسم الأم. أريد من حضرتك يعني كيف أهدي قراءة سورة الفاتحة إلى هذا الميت باسم الأب باسم الأم أم ابن آدم وحواء جزاك الله خير الجزاء. شكرا جزيلا لك أبو عايد، تحياتنا. الله يسلمك، ممنون أشكركم. أشكر. سيدنا بالأماكن النائية هواي هيك أسئلة فضروري يجاب عليها. حاليا سؤال يعني ما إلى هواية حسب تعبيرنا، ولكن اهتمام بعض الشرائح المجتمع إلى يجعلنا نجاوب عليه. شوفوا الله سبحانه وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم. إحنا ما أدري من وين جاي، والله هذا كريم ابن فضيلة أو عباس ابن ما أدري زكية، شنو دخل الأم يعني؟ الكلام الرجل ينسب لأبيه، إذا أقرأ فاتحة فلان ابن فلان ابن والد ومو ابن أم، فهذا من أين جاءت؟ في واقع الحال ليس هناك ما يبرر على أن تكون الأعمال البر وأعمال إذا واحدة تقول لي سيدنا الله يخليك بنتي عندها سادس ادعي لها اسمها هناء مثلا هناء بنت صفية، زين هناء بنت عباس ليه صفية أبوها عباس مثلا، زين سيد هو هل يشترط أنه بالدعاء أو بالفاتحة أنه أذكر اسم الأب للشخص؟ لا ما يكون داعي أصلا، لا أذكر اسم الأب ولا كذا، ولكن لا يعني حددون فلانة بنت أمها. نعم ماكو داعي كل هذا، والإنسان يدعى لأبيه. أحسنتم سيدنا الكريم. عندنا مشاركة لو الوقت انتهى، لو عندنا مجال اتصال نأخذ الاتصال إن شاء الله، بس نذكر بموعدنا الأسبوعي كل ثلاثاء الساعة 7 مساء. صار الاتصال جاهز الآن من الأخ علي، تفضل يا علي. علي تفضل.
علي ظاهر فقدنا اتصال الأخ علي، ما أدري إذا كان يسمعنا أو لا. عموما إن شاء الله يعود الاتصال مرة ثانية إذا كان فقد الاتصال، لو موجود ويانا على الخط. يلا علي تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال إذا أمكن للسيد. تفضل أخوي. عندي جدي الله يرحمه ماخذ 2 نسوان. نعم. فأم أبويا عد من عدها 4 عمام. نعم. المرأة الثانية اللي ماخذها جدي عدها 2 كانوا 2 عمام من عدها. نعم. واحد من عدهم كان أنه يعني نقول عليه من ذوي الإعاقة. نعم. ذوي الإعاقة العقلية. أي نعم العقلية. نعم. بعد تقريبا هو يعني ما متزوج، تدرون ذوي الإعاقة ما يتزوجون. بعد 5 سنوات توفى. نعم. اسمه عمي من بيبيتي الثانية. نعم. الإرث يوزع على كل الأخوة من الأمين أو يوزع فقط ينعطى للأخو اللي من أمه. تمام. سؤال آخر علي. لا شكرا لك واسمع الجواب. تحياتي لحضرتك. شكرا. حياك الله أخوي. تفضلوا سيدنا. شوف حبيبي، إذا ترك الميت أخوة وأخوات من نوعين، أخوة وأخوات من أم وأب، إحنا نسميهم أخوة وأخوات من أبوين، وأخوة وأخوات من أم، يعني هذا أخوي من أمي أو أخوي من أبوي. فهنا يقدم من كان من أبوين على من كان من الأم. يقدم يعني يمنع الميراث عن الآخر. يقدم فيمنع ذاك. نعم. باعتبار أنه عليه حال من كان إخوانه من أبويه فإنهم مقدمون على. نعم. إخوانه من أمه اللي يسموه بكلالة. نعم. زين إذا كان عنده أخ من أب وأخ من أم سيدنا، كلاهما متساوي؟ كيف؟ لو أنا دخلت لو شنو الموضوع؟ لا شوفوا، إذا كان أخ من أب. نعم. يعني من أبي. نعم. مو من أمي. نعم. من أبي. إذا بس يعني عنده أخ شقيق وأخ غير شقيق، يقدم الشقيق على غير الشقيق. أحسنتم. يعني شوفوا، عندنا إحنا الأخوة من الأم يسموه بالكلالة. نعم. الأخوة والأخوات من الأم لهم على حال مرتبة أخرى غير مرتبة من كان من أبيه أو. نعم. كان من أبويه. سيدنا، مواضيع الميراث بصراحة متشعبة بشكل كبير. هواية متشعبة وفيها جداول، لا بس إحنا نحاول في تطبيق المجيب ننزل جداول. نعم. تبين للأخوة بعض القضايا اللي هي في الواقع حساسة وجميلة. عندما يختلف الورثة سيدنا في أمر الميراث، أين يذهبون اليوم حتى يعني يأخذون الرأي الشرعي فيما بينهم؟ إلى وكيل المرجع أو المأذون الشرعي، يعني على حال العالم الدين اللي هو في واقع الحال هو متضلع في هالأمور يأخذ مسألته. أحسنتم سيدنا، شكرا للتوضيح. سلمت. إذن وصلنا للنهاية، لو عدنا اتصال أخير. وصلنا إلى النهاية، نشكر كل من تواصل معنا على امتداد الأوقات السابقة، كل من طرح سؤاله، كل من أكرمنا واستضافنا في بيته من خلال شاشة التلفزيون. شكرا لكم جميعا، ولنا لقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل. الشكر لكم سيدنا الكريم على كل ما تفضلت فيه أو تفضلت به من طيب، وكل كلامكم طيب، فشكرا جزيلا. سلامكم الله تعالى، مشكورين، حياكم الله، بارك. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، لنا لقاء إن شاء الله. شكرا، في رعاية الله وحفظه.